مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم فتاوى من أرض الشام، ونرحب بضيفنا الشيخ عبد الرزاق المهدي أبو عبد الرحمن الشامي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أبو عمار، مرحبا بك الله. وأنا بدوري أرحب بالسادة المشاهدين من أي أرض كانوا، مرحبا بكم وأهلا، وأحث المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله والمرابطين على الثغور أن يثبتوا، خاصة في هذه الأيام. في هذه الأيام إخواني الكرام، الشياطين مصفدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة. نعم، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. والحديث جاء مطلقا، ما قال الأصل في الشياطين تطلق على شياطين الجن، لكن سبحان الله هنا اللفظة جاءت مطلقة، فشياطين الإنس أيضا مقيدون. لذلك نرى والحمد لله الانتصارات في شهر رمضان بالنسبة لأهل التوحيد وأهل السنة، والروافض والشيعة وهم من شياطين الإنس يتقهقرون وينهزمون الحمد لله، لأنهم شياطين ولأنهم مقيدون مسلسلون الحمد لله. شيخي الحبيب، دائما نبدأ البرنامج بالبشارة. في الحلقة الماضية تحدثنا عن انتصارات المجاهدين بريف حلب الجنوبي، انتصارات تحرير الأخلصة وزيتان وبرنة، قتلى بالعشرات في صفوف الميليشيات الطائفية. هؤلاء الذين أتوا بأمر المرجعية، تمكن مجاهدينا بفضل الله وسود جيش الفتح وبقية الفصائل من دحرهم وكسرهم، بالرغم من الغطاء الروسي بالطيران واستخدام كافة أنواع الأسلحة. اليوم بشارة جديدة، وهي قيام أسود داري الصمود والبطولة بفك الحصار. تمكنوا من فك الحصار بالرغم من قلة الذخائر، فكوا الحصار وفتحوا الطريق باتجاه المعظمية. كانت ملحمة عظيمة، بدأت بأن أحد المجاهدين الأبطال قام بتنفيذ عملية انغماسية، تقبله الله بعد ذلك، ارتقى شهيدا بعملية قنص من عصابات الأسد. أيضا تمكن المجاهدون من أسر 13 جندي من عصابات الأسد والشبيحة بفضل الله. الحمد لله. الحمد لله. وفي ذلك درس لإخوتنا في حوران والقنيطرة وفي درعا، أن يعودوا إلى حمل السلاح وأن يهاجموا هذا النظام، وأن لا يهادنوه ولا يسمعوا إلى الإملاءات الخارجية. والله لن تفيدهم. يا أهل درعا، يا أهل حوران، أنتم أهل المروءة والشجاعة والنخوة، فأنتم أهل الثورة، ومن أرضكم انطلقت الثورة. فكيف بالبعض منكم الآن يركن إلى هدنة ويضع السلاح وغير ذلك؟ فهذا يعني ليس شيخي الحبيب، أبطال وأسود دارية ناشدوا إخوانهم في المنطقة الجنوبية في القنيطرة وفي درعا مهد الثورة السورية بفتح الجبهات لتخفيف الضغط عنهم. نعم، وأهل دارية جيران لأهل درعا، فعليهم أن يساندوا وأن يؤازروا جيرانهم، وهم أخوة في الإيمان وفي الإسلام والحمد لله. جزاك الله كل خير، نستأذنك ببدء البرنامج. شيخي الحبيب، السؤال الأول، هل الغيبة والنميمة تفطر الصائم؟ هذا السؤال يذكره البعض. بعض أهل العلم كان يقول، ويؤثر هذا عن عائشة رضي الله عنها، أن الغيبة تفطر الصائم، لكن القول المفتى به عند عامة أهل العلم سلفا وخلفا أنها غير مفطرة، لكنها إثم عظيم ومعصية، وهي كبيرة من الكبائر. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم ومسند أحمد والسنن عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال قائل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني فيه عيب بخل مثلا أو غير ذلك، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني هذا غيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهتان الكذب والافتراء.
فإذا الغيبة من الكبائر ومن الآثام العظام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام إذن يقول من يضمن لي ما بين لحييه، هذا اللسان، هذا اللسان أخي أبو عمار، قطعة اللحم الصغيرة هكذا فيها عدة كبائر. الكذب يكون باللسان، والغيبة باللسان، والنميمة باللسان، والطعن في الناس، والقدح فيهم في اللسان. كما تحدثنا سابقا ربما كلمة لا تلقي لها بالا فيهوي بها 70 خريفا في النار. صحيح. لذلك على المكتابين أن يتقوا الله عز وجل وأن يتوبوا إليه وأن يقلعوا عن هذه الغيبة. نعم. التي هي كبيرة من الكبائر. نعم شيخي الحبيب، نحن نتحدث في شهر رمضان وخارج شهر رمضان. طبعا. الغيبة والنميمة، وخصوصا نحن الآن في معارك، البعض يعني هناك فتنة بين الفصائل ومشاكل كثيرة. نعم نعم، يتأكد هذا أكيد. نعم. جزاك الله كل خير. شيخي الحبيب، سؤال يردنا كثيرا. نعم. من كافة الأخوة الذين يتواصلون معنا في كافة البرنامج، الشاب يريد القدوم إلى الجهاد، إلى أرض الشام المباركة، ولكن الأهل يمنعونه عن ذلك. تقصد هل يجب أن يستأذن والدي؟ إذن الوالدين واجب. نعم. ونحن الآن الجهاد فرض عين. صحيح، أجابت أخي أبو عمر، بما أن الجهاد في الشام ما في خلاف بين أهل العلم أنه جهاد دفع. نعم. وإذا قلنا جهاد دفع يعني أنه فرض عين كالصلاة، فرض عين يعني على كل شخص واجب. قادر أن يقاتل فعليه أن يحضر وأن يقاتل، سواء كان من أهل الشام أو من خارجها. فجهاد الدفع الحقيقة لا يحتاج إلى إذن والديه على سبيل الوجوب طبعا. نعم. أما على سبيل الاحترام والأدب والدين والخلق والكذا، نعم يستأذن والديه، لكن لو استأذنهما فلم يأذن له ماذا يفعل؟ أهل العلم قالوا فقط في حالة واحدة، إذا كان بحاجة إليه، يعني هما رجلان كبيران، هو الذي ينفق على البيت. نعم. على العائلة، على الأب والأم وربما الأطفال. نعم. ولا يوجد رجل أو شاب غيره مكتسب يعني، أو كان أحدهما بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى خدمة جسدية من هذا الشاب. نعم. يكون أبوه أو أمه، يكون يعني الواحد منهما مقعد. نعم. فهو الذي يحمله من مكان إلى مكان، ينقله من مكان إلى مكان، وما في كما قلنا من يقوم مقامه من إخوة. نعم. له أو كذا. فإذا كان بهذا الحالة أبواه، فنعم لا يأتي حتى ولو جهاد دفع يعني أو فرض عين، لا يأتي إلا بإذنهما أو إذن أحدهما. نعم. أما أن يكونا في سن الشباب أو الرجولة ولا يحتاجان إليه في مال ولا غيره، أيوة الشفقة والرأفة يعني، حتى لا يقتل أو، فلا يجب ذلك الحقيقة. نعم. أيضا الزوجة هل عليها أخذ موافقة الأهل؟ بالنسبة لزوجة، زوجة هذا الشاب أو الرجل الذي يريد أن يأتي إلى، أيضا كما قلنا من باب دينا وخلقا. نعم. نعم وأدبا تستأذن، لكن لو منعها المرأة تبع للزوج. نعم. فقرارها بيد زوجها، فزوجها أينما سافر أو حل أو ارتحل فعلى زوجها أن تكون معه، وتكون فإذا تستأذن والديها كما قلنا أدبا وتلطفا. نعم. أما إن منعها فأمرها مرتبط بزوجها. نعم. وليس بأبيها. نعم جزاك الله كل خير. وإيه. متى وقت الدعاء للميت أو الشهيد، قبل الدفن أو بعد الدفن؟ الدعاء للميت سواء كان شهيدا أو غير شهيد يشرع يعني من حين مات، من حين سمعنا أن فلانا قد أصيب في معركة أو مات موت طبيعي أو بحادث سيارة أو كذا، فندعو له ونستغفر له بشكل عام. فإذا منذ مات أو من حين مات يشرع له الدعاء. نعم. سواء الآن أو أثناء الدفن. نعم. أو بعد الدفن ولو مضى عليه سنين طويلة، هذا موت الحديث. نعم. عنه يعني تردنا أسئلة مبسطة من عامة الناس، من أهلنا الصامدين. نعم. المهجرين في مخيمات الشمال السوري، أيضا من المجاهدين. نحن نقصد الشهداء،
يعني إذا كان لك أخ أو قريب أو صديق شهيد في المعركة يعني استشهد منذ سنتان أو أكثر يعني يجوز الدعاء له تصل أكيد وهو من السنن مسنون يعني في صحيح مسلم ومسند أحمد والسنن عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهذا مطلق ومو فقط ولد ولا ذكر أو أنثى وحتى من القرابة والأحباب بشكل وكذا عام. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يزور القبور فيسلم عليهم يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لكم ولنا العفو والعافية إلى آخر ذلك من الأحاديث الكثيرة وكان إذا يأتي القبور ويستغفر لأهلها ويترحم عليهم ويتشفع عند الله بهم حتى لا يعذبوا فإذا هذا الأمر دائما مشروع في مسند أحمد وسنن أبي داود عن عثمان بن عفان أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعني يدفن أحد الصحابة الكرام قال للصحابة الكرام استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت يعني اللهم ثبته بالقول الثابت فإنه الآن يسأل هذا حينما وضعوه في القبر وبدأوا يهيلوا التراب يعني عليه نعم. جزاك الله كل خير شيخي الحبيب تحدثنا في حلقات سابقة عن زوجات الشهداء طبعا نخصص ما تبقى من الحلقة للحديث عن هذا الموضوع زوجة الشهيد ما هي حقوقها؟ زوجة الشهيد مجرد أن هذا الرجل أصيب في سبيل الله في معركة من المعارك أصيب معنى أنه مات الآن هناك عدة أحكام تتعلق بهذه المرأة منها الآن أنها تدخل في العدة تدخل في عدة شرعية بينها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم فقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا إذن هذه المرأة زوجة الشهيد مجرد أنه مات زوجها وجاء الخبر نعم تدخل في عدة أربعة أشهر وعشرة أيام هذا إذا لم تكن حاملا إذا كانت حامل في بطنها يعني ولد فسواء كانت يعني وضعت الولد بوضعها للولد تخرج من العدة بوضعها للولد خليها مثل ما بيقول العلماء ولو بعد وفاة زوجها أو استشهاده بساعة واحدة أو بيوم واحد وضعت الحمل سبحان الله خرجت من العدة وتستطيع أن تتزوج مباشرة إذا طال يعني كان الحمل أنه الآن هي حامل من زوجها شهر أو شهرين معناه في حوالي 7 شهور أطول من 4 أشهر و10 أيام المهم حتى تضع حملها إذا كانت حاملا لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإن لم تكن حاملا كما قلنا 4 أشهر و10 أيام سواء هذه المرأة كانت صغيرة نعم صغيرة أو كانت كبيرة لنقول زوجها كبير وهي كبيرة يعني بيسموها هذه يائسة أو آيسة ما عندها دورة ولا تنجب أولاد ولا كذا نفس الحكم أي نعم بالنسبة للعدة العدة الشهرية أو عفوا العدة الشرعية التي دخلت فيها هذه 4 أشهر و10 لها أحكام ما هي يقال لها الإحداد الإحداد بالنسبة لهذه المرأة التي توفي عنها زوجها تدخل في الإحداد الإحداد تجتنب الزينة بأنواعها الزينة وما يؤدي إلى الجمال والبهاء من الألوان الجميلة والفاقعة أصفر وأحمر وزينة وبودرة وما أشبه ذلك وغير ذلك فكلها تجتنبها هذه المرأة التي دخلت في العدة تجتنبها نقصد مو في الطريق أو كذا في بيتها ولا تخرج أخي أبو عمر من بيتها إلا لحاجة أو لضرورة يعني تخرج إلى السوق إذا ما عندها أولاد مثلا
ما يوجد عندها إخوة ضمن العدة؟ إيه تخرج للضرورة دالة. للضرورة نعم. للضرورة. أما تسلية تذهب وتعود تدخل عند الجارة لعند أمها لعند أختها لا، هم يأتون إليها. نعم. يعني هي تمكث في بيتها، تجلس في بيتها، أمها، جارتها، قريباتها، ما في مانع أن يأتوا إليها، محارمها من الرجال، هي ما تخرج إلا لضرورة. للضرورة يجوز بلا خلاف. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة والسلام لعمة جابر، الحديث في مسند أحمد وسنن أبي داود وصحيح نعم. ابن حبان وإسناده جيد، قال جابر بن عبد الله إن عمتي مات زوجها فقالت يا رسول الله إن لي نخلا أفأجذه، عندها نخل والآن مثمر، فبصير أنا قطف هاي الثمار يعني النخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جذي نخلك، جذي نخلك يعني هذا الثمر أطفي يعني. أي نعم. فأهل العلم قالوا إذا تخرج في الصباح لكن قبل الليل تعود إلى بيتها، بيت الزوجية يعني بيت الزوجية الذي تركه الزوج لها. نعم. أيضا الأموال التي تأتي لزوجة الشهيد للأولاد. نعم. كيف يعني التصرف بهذه الأموال من الفصيل مهم. أو من الكتيبة؟ سؤال مهم جدا جدا. نعم. الأموال والله أعلم نوعان التي تأتي هذه زوجة الشهيد. نعم. النوع الأول هو كفالة شهرية لها ولهؤلاء الأولاد الأيتام، تعطى نعم من الفصيل الفلاني أو الكتيبة أو لواء أو غير ذلك أو جهات كفالة اليتام أحسن. نعم. فعندها كفالة شهرية وعندها أيضا أحيانا تعويض يعني مبلغ دفعة واحدة. أيوة دفعة واحدة مليون، نسمع نصف مليون ليرة سوري، مليونين على حسب الحال. فالحقيقة الآن بالنسبة لما يتعلق بالنفقة هذه الشهرية أو الكفالة الشهرية فهي أحق بها هي وأولادها. نعم. لأن هذا كافل اليتيم غالبا ما دفع هذا المال من باب الميراث. نعم. من باب الميراث كي يعني يقاسمها من والد الزوج مثلا أو أم الزوج أو كذا، فهذه نعم. لهذه المرأة نعم زوجة الشهيد ولأولادها. لكن المبلغ في خلاف بين العلماء إذا كان مبلغ كبير هل هو في حكم الميراث؟ نعم. تتقاسم هذه المرأة مع أولادها ومشاركة في حصة لأب الزوج لو موجود أو أم الزوج. نعم. أو هي فقط لهذه الزوجة كما قلنا وللأولاد، خلاف بين أهل العلم والأمر واسع، والأحسن والله أعلم أن تعطى هذه الأموال كلها لهؤلاء اليتامى، لهؤلاء اليتامى هؤلاء الأطفال. شيخي الحبيب، في حال عدم اهتمام زوجة الشهيد بأبنائها. نعم. طبعا يعني تهتم لنفسها وتترك أبنائها، ما هو أقول ذلك؟ هذا خطأ كبير. نعم. أنه نعم بعض النساء بغض النظر زوجات شهداء أو غير شهداء فربما يعني تترك الأولاد في الشوارع في الطرقات، لا تهتم بدراستهم بتعليمهم بنظافتهم بطعامهم بشرابهم، تتسلى مع جاراتها وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز وهذا إثم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث في الكتب الستة عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيتها عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فهذه هؤلاء أولادها وعليها أن تتقي الله عز وجل فيهم، فأن تعتني بهم حيث الطعام والشراب والملبس والعناية بالدراسة الاهتمام بهم لتعلم القرآن وما أشبه ذلك، ولا تتركهم هكذا جزافا للطريق والشوارع. نعم. وإذا أهملتهم بشكل كامل الحقيقة تسقط حضانتها. نعم. لأن الحضانة أخي الكريم أبو عمر دائما كما قال العلماء هي لمصلحة الطفل. نعم. لمصلحة الطفل، فالإسلام لما كانت الأم لهذا الطفل دون السبع سنين يعني هو صغير أولى الناس بحضانته من أمه، لأنها أكثر الناس اهتمام به وعناية به وحنان ورأفة وعناية بطعامه وشرابه وما أشبه ذلك، يعني الأم تفديه بروحها لهذا الطفل وبعد الصغير. الأم
ايوه هنا مسألة أخرى، الحضانة بشكل عام. يعني إذا تزوجت المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أفتى بذلك، قال الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه على الصحيحين بإسناد جيد. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة نعم التي جاءته أنت أحق به بهذا الغلام الصغير ما لم تنكحي، ما لم تتزوجي يعني. فإذا تزوجت هذه الأم لهذا الطفل أو الطفلة الذين هم دون 7 أو 8 سنين تنتقل الحضانة عند أكثر العلماء لمن؟ لأمها. أم هذه الزوجة التي يعني تزوجت، ثم تنتقل إلى أم الزوج، أم الزوج، ثم إلى الخالات، ثم إلى العمات. وبعضهم ينقل حضانة مباشرة، بعض أهل العلم كالإمام أحمد وطائفة، من الزوجة إذا تزوجت إلى أم أبي الأولاد الشهيد يعني عرفنا، إلى أمه تنتقل الحضانة مباشرة. في خلاف بين العلماء والأمر يسير إن شاء الله. نعم، جزاك الله كل خير. وإياك. حياك الله. أهلا وسهلا. حياك. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم فتاوى للأرض الشام، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.